حوادث المرور تودي بحياة أكثر من 350 طفلاً خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2023 وأكثر من 4200 جريح. حوادث مست الأطفال تحت السن 14 سنة بحسب ما كشفت عنه إحصائيات المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق. خلال من أشهر الأولى من سنة 2023 351 طفل تحت سن 14 سنة قتلوا بسبب حوادث المرور، وتم جرح خلال نفس الفترة 4238 طفل. إذن هي أرقام كبيرة بالنسبة لهذه الفئة، خاصة يعني لما نشوف المسار الذي ربما يربط بين البيت والمدرسة. إدراج التربية المرورية في المقررات الدراسية بداية الموسم الدراسي الحالي من شأنه غرس الثقافة المرورية وزيادة الوعي لدى التلاميذ، وهو ما سيعمل على التقليل من ضحايا حوادث المرور. ترقية ثقافتهم وترسيخ ثقافة مرورية سليمة في استعمال الطرقات منذ الناشئة، منذ المرحلة التعليمية الأولى الابتدائي، ثم تطويرها في المتوسط ثم الثانوي، والوصول في الأخير إلى الترشح لنيل رخصة السياقة والتكوين لنيل رخصة السياقة. الأكيد أن كل هذه المعلومات وهذه الحصيلة المعرفية ستساعد المستعملي الطرقات في تحليهم والتزامهم بقواعد وقوانين حركة المرور. حملة تحسيسية لفائدة الأطفال المتمدرسين أطلقتها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق بداية شهر أكتوبر الجاري، تستمر لغاية نهاية الموسم الدراسي، ستكون فرصة لتحسيس التلاميذ من مخاطر الطريق.